بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما كملنا مواضيع الانترفيس اللي أخذناها بالمحاضرات السابقة، اليوم ندخل إلى موضوع المايكرو كنترولر وكيفية ربطه وتكوين تجارب عملية. من ضمن المايكرو كنترولر اللي موجود عندنا بالتجارب العملية وبالمشاريع هو الأردوينو، وأحيانا يستخدمون الطلاب الرازبيري. يبدي هنا موضوع المايكرو كنترولر. Why do we need to learn مايكرو كنترولر؟ احنا ليش نتعلم موضوع المايكرو كنترولر؟ قبل هذا السؤال احنا نستفهم عن موضوع انه المايكرو كنترولر علاقته ويا الار اس 232، يعني علاقته ويا السيريال انترفيس، يعني البر النادر ما نشتغل به يشتغل ويا السيريال انترفيس. It is not an exaggeration، يعني لا تكون مبالغة. If we say that today there is no electronic gadget on the earth which is designed without a microcontroller، يعني يقول هنا ما موجود بالكون جهاز إلكتروني يعمل إذا ما موجود به مسيطر. اللي مطينا أمثلة الكوميونيكيشن ديفايس، أجهزة الاتصال، الأجهزة المتنوعة الرقمية، البورتبل ديفايسز اتسترا، يعني كل هذه المكونات هي موجودة بها المايكرو كنترولر. بعدين منطينا أمثل عليها البيرسونال انفورميشن برودكت اللي هي السيلفون، يعني الهاتف المحمول، الباجر. الباجر يعني جهاز يعطينا ذبذبات أو صوت أو اهتزازات يعني عندما أحد يتصل بي، يعني هذه أكثر شيء يعني بالسلك الداخلي أو الشرطة بيناتهم. يعني الساعة الرقمية، الباكت ريكوردر، الكالكوليتر، هاي كلها يعتبر بيرسونال انفورميشن برودكت. عندنا يدخل المايكرو كنترولر ايضا باللابتوب كومبوننت، من ضمنها الماوس، بالكيبورد، بالمودم، بالساوند كارد، بالباتري تشارجر، الشاحنة، حتى شاحنة الموبايل نفس الحالة. الهوم بلانس يعني اللي بالمنزل، مثل الدور لوك، الالارم كلوك، الثيرموستات، الاير كونديشنر، التي في ريموت، الريفرجريتر اللي هو الثلاجه، اكسرسايز كوبمنت، الواش دراير يعني الغساله اللي يحكي عليها، المايكروويف اوفن، هذه كلها موجوده بها مايكرو كنترولر. والاخير يقول هنا قبل الاخير يقول اندستريال اكويبمنت، تمبرتشر بريشر كنترولر، يعني بالمعامل او المصانع اللي يعني يسيطرون عليها بالمسيطرات على درجة الحرارة أو ارتفاعها أو انخفاضها أو على نسبة الضغط. هنا الكاونتر، عدادات، التايمرز، المؤقتات، التويز بالأخير يجينا، يعني الفيديو جيم، الكارز، الدولز اتسترا، يعني التوي يعني اللعب مال الأطفال اللي يدخل بها مثلا الفيديو جيم. عندنا السيارات اللي تحرك بالريموت كنترول، الدولز هي الدمى اللي تشبه الباتمان، وهذه الأمثلة عليها. So a good designer، يعني المصمم الجيد، should always know what type of controller he or she is using. هنا هذا السؤال جدا مهم رح يتكرر عندنا. يقول المصمم المهندس أو الفني اللي يصمم أي جهاز يعرف إنه شنو نوع المايكرو كنترولر الملائم لهذا التصميم، شنو حاجتي إليه. يعني أنا ما أشتري جهاز يكون غالي وأنا يعني الفعل مالته يكون ضعيف، فيكون يعني بقدر المسؤولية هذا الجهاز اللي أشتريه أو المايكرو كنترولر اللي أشتريه يكون يلبي احتياجاتي فقط، ما أريد أكثر. Their architecture، يعني هنا عندنا المعمارية مع المايكرو كنترولر يدخل به، الفوائد، المضار يمكن أحصل عليها، هنا الكوست، ونحاول أنه نخفض الكلف دائما بشراها خاصة من المشاريع المرحلة الرابعة. شوف الطلاب يعني يشوفون أفضل مايكرو كنترولر ويعني يلب الطلب ويكون نوعية جيدة وتعمل، ومع ذلك إنه سعرها ملائم. And product reliability، يعني الموثوقية بالنسبة لهذا الجهاز. السلايد اللي موجود هذا أمامنا يعطيني ال components of مايكرو كنترولر، شنو مكونات المايكرو كنترولر. المايكرو كنترولر كان يعني يشبه الحاسب الكاملة على الشاشة يعني والكيبورد. CPU موجود به داخل CPU، Central Processing Unit، Input Output Devices، الباص، Address Bus، Data Bus، Memory، RAM وROM موجودة، Timer، Interrupt، Serial Port، Barrel Port. بعدين راح نجي إلى موضوع يمكن بالمحاضرة القادمة إنه الفرق بين المايكرو كنترولر والمايكرو بروسيسور. المايكرو بروسيسور هو يكون قلب الحاسبة،
ومربوطة بباقي الأجهزة الرام والروم والإمبوترات والديفايس عن طريق البصز اللي موجود هنا. هذا تشوفون هنا المايكرو كنترولر بي أكثر، يعني كل هذه مجموعة بسنجل شيب. هاي المكونات تشوفون هذا الرسم إنه سي بي يو والرام والروم والسيريال كوم كوم بورت والتايمر إنبوت أوتبوت بورت كلها مجموعة بسنجل شيب. What is microcontroller؟ هنا اريد التعريف، هي single chip computer، يعني عرفها بثلاث كلمات قال single chip computer، اذا هو كمبيوتر على رقاقة واحدة. On chip RAM room input output port يقول يعني هاي المكونات كلها موجودة على هذه الرقاقة. A single chip computer or a CPU with all peripherals، يعني انه تعريف اخر يقول هو كأنه CPU مع كل الملحقات مثل الرام والروم input output port التايمر analog to digital converter وهذه الامور on the same chip. For example عندنا المايكرو كنترولر موتورولا 6811 شركة موتورولا معروفة يعني خاصة بالموبايل، هذه الشركة بالاتصالات معروفة. الانتل الفاميلي مالتها 8051، الزايروكس زت 8، والبيك ان شاء الله راح ناخذها المحاضرة القادمة البيك مايكرو كنترولر البيك 16 اكس، يعني من ضمن الامثلة اللي تخص المايكرو كنترولر. نجي على الاستخدامات العامة للمايكرو بروسيسر سي بي يو فور كمبيوتر، بس نرجع على سي بي يو. كوملي نو رام، يعني داخل السي بي يو ما موجودة لا رام ولا روم ولا انبوت اوت بوت ويا سي بي يو تشيب. بينما الاكزامبل هنا مطين على سي بي يو 8086، هاي الفاميلي اللي احنا اشتغلنا عليها لحد الان. الكمبيوترات وصلت البانتيوم من انواعها، يعني اللي هي البارنت نعتبرها الـ 8086 الفاميلي. الـ 8088 يعني أول حاسبة أنتجت هي 8088 من هذا المايكرو بروسيسر، شركة أي بي إم أنتجته. بعدين إجت تشوف هسه هذا البارنت إجا الـ 8186 8286 8286، بعدين 8386 و8486 والوصلت البانتيوم. بينما الموتوريلا عندنا 68000، هاي البروسيسرات هاي الأرقام مالتها معروفة. هذه هنا نشوف السي بي يو، هذا البلوك دايجرام يوضح لي انه السي بي يو جنرال بيربوس مايكرو بروسيسر. هنا الاجهزه هذه كلها مربوطه عن طريق الداتا باس والادريس باس، يعني تعتبر هي ماني تشيبس اون ذا مذر بورد، هذه كلها موجوده بالمذر بورد بالنسبه للحاسبه. هنا السي بي يو بولت into a single chip is called microprocessor. احنا CPU الشيب مالتها الرقاقة نسميها microprocessor. It is general purpose device، يعني الأغراض العامة تستخدم. The microprocessor المكونات مالته arithmetic logic unit instruction decoder، يعني فك الإعاز شفرة الإعاز. Control unit وحدة السيطرة أكيد جدا مهمة. Instruction register program counter clock circuit internal or external ريسيت سيركت انترنال اور اكسترنال اند ريجسترز، هاي كلها موجوده داخل السي بي يو اللي موجود بالحاسبه. But the microprocessor has no on chip input output port، يعني هنا شنو يقول اللي تختلف عن المايكرو كنترولر انه المايكروبروسيسور ما بي input output port ولا تايمر ولا انواع الميموري. For example عندنا المايكروبروسيسور الانتل 8085 هذا النوع القديم اللي جا ورا 8086 is an 8-bit microprocessor. يسمى 8-bit يعتمد على الداتا باس، الداتا باس مالته هو 8-bit مو 16-bit مثل الـ 8086. وعندنا الانتل يعني ذي النوعين هي 16-bit microprocessor، يعني من يقول 16-bit يعني الداتا باس 16-bit. هذا البلوك دايجرام نشوف المكونات بالنسبة للمايكروبروسيسور، تتكون من الارثمتيك لوجيك يونت، يعني الريجسترات الموجودة الوركينج ريجستر اللي هي أدي يعني أنواع الجنرال بيربوس ريجستر أو يسموها الداتا ريجستر. هنا أدي البروغرام كاونتر، ستاك بوينتر، كلوك سيركت، انترب سيركت، كلها موجودة كمكونات داخل السي بي يو اللي موجودة داخل الكمبيوتر، وانتو ماخذينها بالمرحلة الأولى والثانية. بعد ما استعرضنا المايكرو بروسيسور نرجع على المايكرو كنترولر ونشوف المكونات مالته وشنو فرقه عن المايكرو بروسيسور. is highly integrated single chip. highly تعريف جديد، قبل شوية قال هو كمبيوتر متكامل، قال هسه هنا highly integrated single chip، يعني دائرة متكاملة في رقاقة واحدة. which consist of on chip CPU موجود بها رام اللي هو random access memory EEPROM وبروم والروم، هاي اخذناها سابقا الريزيربل بروجرام ريد اولي ميموري الاي بروم،
اللي هي تشبه الفلاش، الانبوت اوت بوت بورت السيريال عند برا. هنا بدي احكي البورتات، يقول اما سيريال او برا مربوطه ويا المايكرو كنترولر، التايمر، انتربت كنترولر والباسز. مطين اكزامبل اللي هو الانتر 8051 اللي هو هذا مو المايكرو بروسيسور، هذه الفاميلي اللي تخص المايكرو كنترولر. هنا يقول هي 8 بت مايكرو كنترولر. بعدين جت هذه الفاميلي اللي حاليا شركه انتر اللي تنتج من عندها السلالات الحديثه والاجيال الحديثه بالنسبه للمايكرو كنترولر اللي هو الانتر 8096. ال 16 بت مايكرو كنترولر، ذا بلوك دايجرام اوف مايكرو كنترولر شلون انفجر بلو. يعني قبل شويه شفنا البلوك دايجرام بالنسبه للمايكرو بروسيسور، وهذا يوضح لي البلوك دايجرام بالنسبه للمايكرو كنترولر والمكونات مالته. مثل ما تشوفون الانترنال روم والتايمر والستاك بوينتر كيوميليتر ريجستر انترنال رام، هذه كلها البروجرام كاونتر، كل هذه موجوده مع المايكرو كنترولر لتكوين تقريبا حاسبه متكامله واحده. هنا الموضوع جدا مهم، تشوفوا بالمنزل عندكم وتأشروا، يعني دائما تجي علي أسئلة ما هي الفروقات بين المايكرو بروسيسور والمايكرو كمبيوتر. هنا يقول من المهم أن نلاحظ أنه هذين الجهازين هن متشابهات but with a little bit of a difference، يعني مع اختلافات بسيطة. The CPU which is the heart of these devices، يعني الـ CPU هو قلب الأجهزة الكمبيوتر. Need a host to of external device to make it communicate with real world. هنا CPU يقول يحتاج إلى أجهزة ملحقة حتى يتصل بالعالم الخارجي عن طريق الانترفيسز. These devices which are independent circuit، هنا يعني مستقل يعني CPU مستقل عن باقي الأجهزة، بس يعني تتناغم أو العمليات تكون منسقة أو متوافقة بين الأجهزة داخل الكمبيوتر مع CPU. To make one system، وتعطينا الكمبيوتر المتكامل بصورة صحيحة. In a computer these devices are attached to the CPU. بالكمبيوتر هذه تتصل ويا CPU عن طريق الوايرات، احنا نسميها الباصز، هنا نسميها هو hard wired connection. hard wired connection هذا المصطلح يكون غريب عليكم إذا سمعوا بالكمبيوتر، مرات الباصز يسموها hard wired connections. This makes the system more flexible، يكون هنا أكثر مرونة بالنسبة للسي بي يو، which means you can، أنا أقدر أضيف داخل الحاسبة، أضيف ميموري، أغير السعة مال الهارد درايفز، أد أو ريموف سي دي روم، ساوند كارت، واتسترا، يعني كل هاي الأمور أنا أقدر أضيف بالنسبة للحاسبة والمعالج موجود، ولكن المايكرو كنترول راح يحددني بهذه، ما عندي أي إضافة. الأجهزة المكونات الموجودة فقط أنا راح أشتغل عليها، وراح نشوف هذا الفرق بهاي النقطة. يقول المايكرو كنترولر on the other hand بالمقابل is made up of most of these devices built exactly within the same package، يعني كل هذه الملحقات اللي حكينا قبل شوية كانت مربوطة ويا السي بي يو وتتعامل بالتناغم مالته، هي موجودة بالمايكرو كنترولر ولكنها كلها باكج واحد بحزمة واحدة. سو مايكرو كنترولر will therefore contain، إذا المايكرو كنترولر ايش راح يحوي؟ يحوي السي بي يو والرام والروم والتايمر انبوت اوت بوت ديفايسز والباصز هاي كلها، والكاونتر راح يحويها المايكرو كنترولر. اذا شوفوا هاي البلوك دايجرام اللي عندكم، شوفوا المكونات مالته والباصز اللي موجودة معاه. All backed with one integrated circuit، وكلها موضوعة بهذه الرقاقة. This facilitates the development process، هنا نسهل لنا عملية التطوير، عملية المعالجة، as well as reduce the requirement of external component. هنا تعتبر من ضمن الأدفانتج هذه أنه هي كلية مجموعة مكان واحد، وبالنهاية أنا ما أحتاج إلى أجهزة خارجية أو مكونات ملحقة. However هنا this also mean you cannot change، هنا المشكلة disadvantage، هنا يقول هذه المكونات اللي موجودة مع المايكرو كنترولر هي موجودة ومربوطة يعني رقاقة واحدة وباكج واحد، وبالنتيجة يعني ما أقدر أضيف أي جهاز أو أشيل أي جهاز من عندها. The number and type of integrated device، يعني هنا إذا يقول هي disadvantage، يعني إذا this also mean you cannot change the number and type of integrated devices، هنا يعني أنا ما أقدر أضيف يعني أغير نوعية الأجهزة الملحقة.
مع المايكرو كنترولر. بالنتيجة هذه يقول هي ديس ادفانتج، المفروض أنا من اختار المايكرو كنترولر المفروض يلبي احتياجاتي واكثر قليلا من هذه الاحتياجات حتى تكون أنا بالنتيجة مسيطر بالعمل على المايكرو كنترولر. هنا مطيني الفروقات بين المايكرو بروسيسور والمايكرو كنترولر، بذني الخمس او ست فروقات اللي امامكم. هنا المايكرو بروسيسور سي بي يو از ستاند الون، يعني موجود وحده، بينما الرام والروم والانبوتات والتايمر تكون منفصله. بالمقابل هنا بالمايكرو كنترولر السي بي يو وذني مكونات الرام والروم والانبوت اوتبوت تايمر ار اول ان سنجل شيب، كلها برقاقه واحده، بينما تكون بالمايكرو بروسيسور منفصله. بالمايكرو بروسيسور المصمم هو اللي يقرر on the amount of room والرام والانبوت اوتبوت بورد. يعني احنا السابق من كنا نجمع الحاسبات احنا نشوف السي بي يو مالتنا وشنو المتوافقات الرام والانبوت اوتبوت، يعني ديفايسز مثل السي دي والهارد ديسك اللي يعني ممكن ان نربطه معه ويكون متوافق معه. حاليا نشوف اللابتوب هي تجيكم جاهزه، يعني المصممين محددين يعني سعه السي بي يو والرام اللي موجوده عنده، ويمكن انا اضيف اكثر من رام حتى توسع عندي الرام بالنسبة للكمبيوتر. بينما هنا بالمايكرو كنترولر يقول fixed amount on chip، يعني كلها ثابتة كروم ورام وانبوت اوت بورت، يعني هاي كمياته كلها ثابتة ومحددة مسبقا. المايكرو بروسيسور يعتبر جنرال بيربوس، بينما المايكرو كنترولر سينجل بيربوس لغرض او حاجة معينة. يعني جبت هذا المايكرو كنترولر ويعني سويت مشروع به، بينما المايكرو بروسيسور موجود بكل الكمبيوتر يعتبر جنرال بربوس، يعني الاغراض العامه. هاي بروسيسنج باور، هنا المعالجه تحتاج طاقه عاليه، بينما هنا يقول المعالجه تحتاج طاقه اقل، يعني هي هاي من ضمن فوائد المايكرو كنترولر. وراها يقول تايبيكالي 32 64 بت، هنا تكون الباصز مالتها بين 8 الى 16. شوف بالمايكرو بروسيسور الباص تكون اكبر واسرع. هاي باور كونسبشن اللي هو العلاقة بالنقطة اللي سبقت هاي بروسيسنج باور. هنا هاي باور كونسبشن هي نفس الفكرة، ليش قلت بالبداية خمسة؟ ان ذني يعني هاي النقطة اللي هي الرابعة والنقطة السادسة تقريبا نفس المعنى. هنا يقول لو باور كونسبشن، يعني الطاقة المستهلكة تكون قليلة، وهنا هو ايش قال لي بالنقطة الرابعة لو بروسيسنج باور نفس الفكرة. فاذا يعني هن ذني ست نقاط هو مخليها الفروقات بين المايكرو بروسيسور والمايكرو كنترولر. هذه الصفحه يعطيني ايفالويشن اوف مايكرو كنترولر، يعني شلون تطورت الاجيال بالنسبه للمايكرو كنترولر. بدايه التصنيع بدات بالسبعينات، احتاجوها بالمجال العسكري. فنشوف انه شركه موتوريلا اللي بسنه 76 صممت مايكرو بروسيسور شيب اسمه رقمه او يطلقون عليه 6101 which replaced its earlier chip 6800 with certain add-on chip to make a computer. يعني انتجت شركة يعني الموتوريلا المايكرو بروسيسور هذا حتى صنعة اول حاسوب، بعدين هي تغيرت من هذا الموضوع. احنا يعني تطورت الموضوع، المايكرو كنترولر افضل من المايكرو بروسيسور بالنسبة لشركة موتوريلا. give birth to a new entity called microcontroller. يقول يعني احنا استفادينا من هذا المايكرو بروسيسور بشركة موتوريلا حتى نصنع المايكرو كنترولر. هذا عبد لنا الطريق ل new revolution in the history of chip design and give birth of a new entity called microcontroller. على العموم يعني يقول هي ولادة المايكرو كنترولر هي شركة موتوريلا. انتل كومباني جت تنافس هذه الشركة العظيمة، برودكت اتس فيرست مايكرو كنترولر اللي هو 8048 76، يعني بالضبط بالتزامن ويا ال 886 تقريبا اللي هو صنع من عند السي بي يو. ذين فولود ذا موست بوبيولار كنترولر 8051 اللي نفس الشركة انتل بسنة 80. انتل انتجت 16 بت مايكرو كنترولر اللي هو 8096، قلت لكم سنه 82، شوف قد فروقات بالسنين بين 76 و 82. يلا توقفوا على 8096 اللي هو كان البارنت بالنسبه للمايكرو كنترولر. الانتل انتروديوس 80 سي 196 سيريز اوف 16 بت مايكرو كنترولر، يعني اخذت هذه الجيل وقامت تتطور، اضافت له شوفوا السي 1 بس 16 بت فور ميلي اندستريال ابلكيشن، توقفوا عليه فتره طويله هذا ال 16 بت. شركه مايكرو تشيب
another company has introduced 8 بت مايكرو كنترولر اللي هو البيك هذا العملاق نعتبره 16C64 in the year 1985. شوف يعني هذه السنين نهاية أو وسط السبعينات إلى الثمانينات بدايتها أو وسطها هي أعتبرها الثورة التكنولوجية بالنسبة لأوروبا والعالم الغربي اللي أنتجت به الحواسيب والمايكرو كنترولر وطورت مجال العسكري مجال الاتصالات ومجال الشبكات. بعدين يعني بالتسعينات بدأت يشتغلون على الشبكات ولكن هم مشتغلين مجال الشبكات من سنة 69 الأمريكان وزارة الدفاع مشتغلة أنه يسوي شبكة أو تربط شبكة بين وزارة الدفاع والجامعات الأمريكية. الـ MBC 505-32 بيت ريسك كنترول أوف موتورولا هنا مطين لأنواع مالتها يعني هتساموني هذا اللي تحفظوهن بس فقط للاطلاع يعني بس اطلاع. In recent times the ARM company Advanced Risk Machines has developed and introduced a 32-bit controller for high-end application devices like mobile AI. شوف هنا الموبايل دخلته هذه الشركة شوف هاي الرقاق أو المايكرو كنترولر مال هذه الشركة قام يستخدمه بالموبايل والآيبودز where there are too many different micro controllers. شفت السؤال اللي سأله بالبداية بداية المحاضرة قال هنا صار عندي يعني مايكرو كنترولر مختلفة ليش؟ That is depend on the designer. إذا يعتمد على المصمم نفسه وحاجة المصمم. Type of controller used. يعني شنو نوع الكنترولر اللي مستخدم؟ المعمارية مالته، فوائده، مضارة، الكلف مالته، استخداماته، الموثوقية مالته، كلها تدخل بعملية التصنيع والاختيار بالنسبة للمايكرو كنترولر للديزاين للمصمم. هسه انتم تصممون مشاريعكم تعتمدون على عدة أمور يعني للمشرف تسألوه إذا كان عندكم هاردوير كمشروع تسألوه شنو احتياجاتنا حتى نقدر ألبي الاحتياجات بنوع المايكرو كنترول الأردوينو اللي أشتريه أونو أو ميجا أو يعني أصغر من عنده أكو أنواع أصغر وأكو أنواع أكبر من عنده حسب الاحتياج. أنا رح تنهي محاضرتي لهذا اليوم هذا السلايد وإن شاء الله نكمل المحاضرة بالنسبة للبيك مايكرو كنترولر بالمحاضرة القادمة.